مشاهدينا الكرام، طبتم وطابت بالخير أوقاتكم، أهلا ومرحبا بكم. نشرة إخبارية جديدة نستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد ضياء الحق الأهدل. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع القوى والمكونات السياسية المشاركة في حكومة الكفاءات. التحالف يعلن عن تنفيذ عملية استهداف مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في الحديدة. من الإنجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة في استشهاد ضياء الحق الأهدل جراء عملية إرهابية غادرة وجبانة نفذتها عناصر إجرامية بمحافظة تعز. وأشاد رئيس الجمهورية في البرقية بمناقب الشهيد وأدواره البطولية في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، مشيرا إلى مواقفه الإنسانية والخيرية وإسهاماته الفاعلة في المجال الإغاثي، معبرا عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. تابع رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الإجراءات التي اتخذتها قيادة السلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية المختصة بمحافظة تعز للتحقيق في عملية الاغتيال الآثم والجبانة التي استهدفت القيادي في المقاومة الشعبية ضياء الحق الأهدل. وخلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ تعز نبيل شمسان، شدد رئيس الوزراء على سرعة مباشرة لجنة التحقيق المشكلة لإجراءاتها والعمل على ملاحقة وضبط الجناه المتورطين في هذه الجريمة الإرهابية وتقديمهم إلى الأجهزة القضائية لينالوا جزاءهم العادل والرادع. كما حمل محافظ تعز مهمة نقل تعازيه الحارة ومواساته الصادقة إلى أسرة الفقيد ضياء الحق الأهدل، داعين الله بأن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اجتماعا مع ممثلي القوى والمكونات السياسية المشاركة في حكومة الكفاءات لاستعراض المسجدات الراهنة والمخاطر القائمة في مختلف الجوانب وفي مقدمتها العسكرية والاقتصادية والخدمية، ويمثله استمرار التوافق من أهمية لتعزيز جهود معالجتها. وتداول الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي المقترحات حول المهام الماثلة أمام الحكومة وفق الأولويات الاستثنائية والمسجدات، وفي مقدمتها دعم المعركة المصيرية لليمن والعرب ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، ومعالجة التحديات الاقتصادية والمعيشية، ووضع حد لتراجع العملة الوطنية وانعكاساتها على معيشة وحياة المواطنين، والدعم الواجب من القوى والمكونات السياسية لإسناد جهود الحكومة. وأكد المشاركون على عقد هذا الاجتماع بشكل دوري ومتى ما اقتضت الضرورة لوقف الجميع أمام مسؤولياتهم ومساندة الحكومة والعمل بجهد تكاملي على وقف أي تراشقات إعلامية بين القوى المنضوية في إطار الشرعية، وضرورة الوعي المشترك بخطورة استمرار الخلافات وتأثيرها على المعركة المصيرية ضد المشروع الإيراني، لافتين إلى أن اتفاق الرياض هو السبيل الوحيد لتوحيد الصف الجمهوري تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية عبد رب منصور هادي. أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانة بمحافظة الحديدة. وقالت قيادة التحالف في بيان لها أنها تم تدوير 4 زوارق مفخخة بمعسكر الجبان الساحلي بالحديدة، وأشارت إلى أن العملية العسكرية جاءت بعد مراقبة واستطلاع استخباراتي دقيق لتحديد وتدمير مصادر التهديد البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وأضاف البيان أن الجهود العسكرية أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، حيث تم اكتشاف وتدمير ما مجموعه 91 زورقا مفخخا ومسيرا عن بعد شكلت تهديدا مباشرا على الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. رأس وكيله والحضرموت الشيخ عمر بن حبريش العليكي اجتماع مبادرات السلطة المحلية في توفير الأسماك للسوق المحلي لتكون في متناول المواطنين بأسعار مقبولة وبيع الروتي بسعر مخفض في بعض المخابز الآلية ونقاط البيع بمدينة المكلا.
وخلال الاجتماع وجه وكيل أول حضرموت بتقييم تجربة توفير الأسماك للسوق المحلي بالمكلا والتنسيق مع هيئة المصائد السمكية في تخصيص ما نسبته 10% من الإنتاج السمكي لتغطية السوق المحلي بسعر مخفض، داعيا إلى ضرورة توسيع التجربة لتشمل مختلف المديريات من أجل تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين. وجه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري بدعم بذور محاصيل القمح المحلي للمزارعين بنسبة 50% لتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع الرقعة الزراعية. ووجه الوكيل الكثيري مكتب الزراعة بالوادي والصحراء والسلطات المحلية بالمديريات بالتنسيق المشترك لاستقبال طلبات المزارعين للبذور واعتماد مشروع تدريب المزارعين على تحضير السمال العضوي واستخدامه في الزراعة والإيجابيات التي يحققها في العملية الزراعية. كما شمل توجيه الوكيل الكثيري الأنواع الثلاثة للقمح وهي كالسيون سونا وغنيمي وحضرموت ثلاثة بكمية تتراوح ما بين 250 إلى 300 طن. بدعم من السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت جرى بمدينة السيئون بيع الخبز المدعوم للمواطنين للتخفيف عنهم وطأة الأعباء المعاشية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. نظرا لتدني سعر العملة المحلية جراء تداعيات الحرب في بلادنا الذي أدى بدوره في ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية التي تمس حياة المواطنين بدرجة أساسية وبشكل عام جعل المواطن يعاني كثيرا بحثا عن أساسيات معيشته الصعبة وتوفير غذائه اليومي بصورة أو أخرى. من أجل ذلك تحركت السلطة المحلية بحضرموت إلى مساعدة المواطنين وتخفيف عبء الانهيار الاقتصادي الذي عانى منه المواطن بشكل عام، حيث دشنت في مدينة سيئون توزيع الخبز المدعوم الذي عملت فيه السلطة المحلية على دعم المخابز بما يقارب 50% من خلال دعمهم بالدقيق بنسبة 50% وأكد مادة الديزل بنفس النسبة مقابل توفير الخبز للمواطن حيث يصل سعره إلى 650 ريالا للكيلو الواحد. بعد أن تم الاتفاق مع السلطة المحلية وتوقيعنا العقد في بيع الروتي للمواطن بالكيلو جرام وهو بسعر 650 ريال، وقد التزمت السلطة المحلية بدعمنا بمادتي الدقيق والديزل، بدأنا العمل من يوم أمس السبت تاريخ 23/10، وهي إن شاء الله نقول بداية مباركة، وكان الإقبال جيد جدا، وأتوقع اليوم إن شاء الله يكون الناس قد عرفت كل حاجة وعرفت أنه في صالح البيع بالكيلو. وعملت خطة توزيع الخبز للسلطة بوادي حضرموت على التوزيع بالكيلو حرصا على أن يلقى المواطن نصيبه بالكامل دون أي تقليص، بخطوة وبادرة من السلطة المحلية علها تكون رافدا لكثير من المواطنين جراء هذه المعاناة. وهذه أول خطوة إجرائية حقيقية تلمسها المواطن أنه يعملون تخفيض في جزء من أكل هذا المواطن، وأتمنى أنه تستمر هذه العملية في مواد أخرى غير الروتي، والروتي هو يمكن للناس هذه أن يغذي وجبتين الفطور والعشاء، فعلى الأقل وجدوا حل هذه الوجبتين، وأتمنى أن تكون هناك وجبة رئيسية وهي الغداء، والحضرموت يأكلونها رز، وأتمنى أنه يفكرون في دعمهم مرة ثانية للرز. خطوة أولى تعتبر بادرة عظيمة شهدت إقبالا كبير وساهمت في تخفيف الكثير من المعاناة كونها خطوة واحدة من ضمن خطوات قادمة بإذن الله، خطوة تقترب فيها السلطة من المواطن ويقترب فيها المواطن من تخفيف معاناته طامحا لبذل كثير من الجهد لمساعدته وإنقاذه من حرب سلبت منه حتى المعيشة. صالح القيسي لتلفزيون حضرموت. أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء ركن منصور ثوابة أن المعارك مستمرة في المحور الجنوبي لمحافظة مأرب، وأن قوات الجيش مسنونة بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل والتحالف العربي أحبطت جميع محاولة تقدم ميليشيات الحوثية. طبعا المعارك مستمرة في هذا المحور اللي هو المحور الجنوبي لمأرب، معارك مستمرة وإثخام في العدو بشكل كبير جدا، يعني هم يحاولوا على أساس يحققوا تقدم لكنهم
يقعوا في مصيدة الجيش الوطني، والمعارك مستمرة على أوجها. من أراد الموت ويرجع على ظهره إلى بلاده فليأتي إلى هذا المكان. الأبطال هنا صامدون صمود أسطوري ولا رجعة أبدا. مارب بعيدة المنال، مارب دونها أبطال، دونها رجال كالجبال. لن يدخلوا مارب إلا على جثثنا جميعا. نشكر طبعا، لا ننسى في هذا المكان أن نشكر التحالف على ما يبذله من جهود ودعم وإسناد، سواء بالجانب الطيران أو بالجانب اللوجستي. يعني نمن لهم بالشكر الجزيل على ما يقدموه ويبذلوه مع أخوانهم في الجيش الوطني. اطلع المدير العام للأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد الركن حسن أحمد العيدروس على جاهزية شرطة السير والجهود التي تقدمها لتنفيذ المهام والخدمات للمواطنين والصعوبات لتواجه سير العمل، وحث مدير الأمن الضباط والصف والجنود على الانضباط في الدوام وحسن التعامل مع المواطنين وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بالخدمات التي تقدمها شرطة السير، مؤكدا مواصلة تنفيذ الحملات المرورية لضبط المخالفين للقوانين واللوائح المرورية وإحالتهم للإجراءات القانونية. وأشاد العميد العيدروس بجهود رجال المرور وتنفيذهم للمهام المرورية في الشوارع العامة ووجودهم المستمر في تنظيم الحركة المرورية، مؤكدا حرص إدارة الأمن في إعطاء شرطة السير أولوية خاصة لدعمها في قادم الأيام نظيرا للجهود التي تبذلها في الميدان. جرى بمدينة سيئون تسليم الدعم المالي المقدم من وزارة الشباب والرياضة لأندية الدرجة الأولى المشاركة في دوري كرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022، حيث قام المدير العام لمكتب الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت رياض الجهوري بتسليم 11 ناديا الدعم المقدر ب 22 مليون ريال، مؤكدا أن الوزارة ستسخر الإمكانات المتاحة كافة بما يخدم قطاع الشباب والرياضة في اليمن. وثمن الجهوري مساندة قيادة الوزارة للأندية الرياضية للإسهام في تحسين أدائها وتفعيل أنشطتها لمواكبة احتياجات الشباب المتنوعة في المجال الرياضي. أقام المركز الوطني لعلاج الأورام بوادي وصحراء حضرموت ومؤسسة الرسالة لمكافحة السرطان وبالشراكة مع فريق ويلنس الصحي فعالية جماهيرية فنية وخيرية وتوعوية بسرطان الثدي بمدينة سيئون. وشهدت الفعالية المزامنة مع فعاليات الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي عددا من المسابقات المختلفة شارك فيها عدد من الأطفال والأمهات، وقدمت فيها جوائز عينية وقسائم شراء مقدمة من قبل عدد من المحلات التجارية، إضافة لإقامة طاولة الطبق الخيري وطاولة توعوية بمخاطر سرطان الثدي وآلية الفحص الذاتي وأخرى للرسم على وجوه الأطفال. تسود مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة بوجه عام مع غيوم متفرقة على فترات ورياح هادئة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة ليلا. وفي أرياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوة ورياح هادئة السرعة ودرجات الحرارة معتدلة نهارا إلى باردة ليلا، فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة وجافة ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة معتدلة نهارا إلى باردة ليلا. والآن إلى حالة الطقس.
مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد ضياء الحق الأهدل. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع القوى والمكونات السياسية المشاركة في حكومة الكفاءات. التحالف يعلن عن تنفيذ عملية استهداف مواقع لتجميع وتفتيش الزوارق في الحديدة. ولمتابعة نشرات الإخبارية لزيارة موقعنا على وسائل التواصل الاجتماعي @حضرموت في ون. لكم جزيل الشكر، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله وحفظه.